الخير يا فندم. نعم، أي خدمة؟ مش هنا برضو مدرسة الأخلاق الرفيعة؟ لا، مدرسة الأخلاق التخينة. هو في أخلاق تخينة برضو؟ الظاهر غلطت في العنوان يا فندم. طب يا سعادة البيه، مفيش مدارس جنبيكوا هنا؟ مدارس إيه بقى اللي جنبنا؟ ما تتكلم عادل. ما أنا يا فندم بتكلم عادل، صدقني بتكلم عادل. أنا بسأل على مدرسة الأخلاق الرفيعة بتاع سلوى هانم. سلوى هانم، دم خفيف. اتفضل. كده بقى نبقى صح يا فندم، صورة المديرة بتاعت المدرسة. اتفضل. يظهر بقى ان حضرتك بتحب تهزر دايما. لا يا فندم ولا بهزر ولا حاجة، بس اصلكم مش حاطين يافطة بره يعني. لا، التلاميذ بتوعنا بيعرفوا العنوان من غير يافطة. بالتعود طبعا. ايوه بالتعود. اهلا يا مرسي. اهلا سلوى هانم. اهلا. ازيك يا مرسي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل استريح. تشرب ايه يا مرسي؟ كازوزه من الحجم الكبير لو امكن. من عناية. ظريف قوي سعاده البيه. بمين؟ ده عباس السفراجي. سعاده البيه ده سفراجي؟ ده لابس احسن من الناظر بتاعنا. سيجاره يا مرسي؟ لا فندم ميرسي، ما بدخنش. بالمناسبه حضرتك كنت عايزه الست النبويه بتاعت الزار ليه؟ عشان تعمل زار طبعا. حضرتك عليك عفريت؟ لا ابدا. حد من اصحابك يا فندم عليه عفريت؟ ولا حد من اصحابي. طب بدل ما حدش عليه عفريت، امال يعني عايزه الزار بمناسبه ايه؟ بتسلى. حفله ترفيهيه يعني للمدرسه. برافو عليك، اهو ده احسن تعبير علمي للموقف. مش كده؟ لا، ما انت عارفاني بقى، طول عمري ذكي ومفتح وجاهز قوي يعني. وتعرفي ستي كمان يا سلوى هانم، لما تعملي حضرتك الزار قدام الاولاد ويشوفوه هيعرفوا ما سووا وهيكرهوه. ده احسن كتير من الشرح النظري، صدقيني احسن كتير من الشرح النظري. نعم يا حبيبي. سعاده البيه استهزاني اول ما دخلته، افتكرته. البيه دمه خفيف قوي. سعاده البيه استفراجي. حقيقي أنا مبسوطة قوي عشان شفتك يا مرسي. طب يا فندم بدام كده بقى، أنا مستعد أسيب الحكومة وأضحي بالوظيفة هناك وأنضم لهيئة التدريس هنا عشان تبقى مبسوطة على طول. ها؟ قلت إيه؟ بس التدريس هنا شغلانة عايزة مواصفات خاصة. أنا جاهز يا فندم، ما يغركيش مظهري المتواضع، كل شيء ممكن يصلح. قلت إيه؟ طب سيبني افكر. طيب عقبال ما تفكري على مهلك، الاقيش هنا حته هاديه؟ ليه؟ عايز اصلي المغرب عشان العشاء قربت، وحرام برضه الواحد يجمع فرض هنا، حرام. طب يا سيدي تعالى ورايا. انا وراك يا فندم، وراك طبعا. ايه الحكايه؟ بتكلموا جد ولا ايه؟ مالي؟ ها؟ مفيش أهدى من هنا. لا ده كده تمام قوي. بس ما عنديش مصلية. لا أنا معايا منديل هصلي عليه. طيب عن إذنك. ربنا يبارك فيك. يا سلام يا سلام، عاملة أوضة نوم في المدرسة عشان تبقى تنقع عملها ليل نهار. طبعا هو النجاح ده بيجي بالسهل من كده. بسم الله صلاح تنفع في مكان زي ده؟ قول يا عباس بيه. تحت امرك يا مرسي بيه. مفيش حته غير الاوضه دي الواحد يصلي فيها. نعم صلي. ايوه صلي زي كل الناس ما بتصلي. كل اوض النوم اللي في البيت فاضيه، افتح اي اوضه وخش صلي زي ما انت عايز،
بس والنبي بقى دعوتين ليا لله كده. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا ابو سليم. هو النوم ايه؟ يا عامله مدرسه داخلي ولا ايه؟ نهايته صلي هنا وخلاص. البيت ده مش نافع فيه صلاه خالص. صلي في الحمام. مساء الخير. مساء الخير. فهمي بيه. ازيك؟ مساء الخير. اهلا بيكم. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك؟ معقولة؟ انت وحشنا قوي والله. مرسي بيه. حضرته يبقى فهمي بيه، رمزي بيه، وسالم بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعة، البيت بيتكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. دول ما شاء الله أولياء أمور، مش كده؟ أولياء أمور جدا. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ ما تنضم مع القعدة. أضم مين يا عبس؟ ما شاء الله ناس اكابر ومحترمين وضم بينا. انا اروح فين في وسط العالم دي؟ مش قوي يعني. مش قوي ازاي يا جدع؟ ما توديش نفسك في داهيه. يا نهار اسود. انت عارف الراجل اللي هناك ده؟ هو واللي وراه. كل يوم صورهم بتطلع في الجرايد. عارف الراجل اللي وراهم بقى؟ ايوه شايف. في راجل، في راجل وراهم. ده اللي بيطلع في التلفزيون بيقص اللي. يا مرسي. يا مرسي بيه. نعم يا مرسي بيه. يكك انت الشرب بس يبتدي، الطاسه تسخن الكل يبقى واحد. يا سلام. عشان كده بقول لك بطل بقى الكازوزه الحجم الكبير بتاعتك دي. خد لك كاس. طاستك تسخن تبقى في الواحد تمام. بس ده يبقى حرام يا عبس. يوم يوم في العمر يا مرسي بيه. على رايك. يلا وبيني وبينك انا عامل حسنات تكفيني 20 سنه قدام. اي واحد اللي يعجبك حلاوته هو ده. طبعا اذنكم املى كاسي وارجع لكم تاني. اهلا بيك يا فهمي بيه. الله، هو انت غيرت رايك او هتشرب؟ لا هو اصل في الحقيقه الاخ عباس بالسفرجي هو اللي الح، فانا انكسفت مع اني يعني حاسس ان انا في حرج الحقيقه. حرج ليه؟ بس المفروض برضه الواحد ما يشربش قدام اولياء الامور. ما هما كمان بيشربوا. اه معلش بس هما معازيم، انما احنا المفروض اعضاء هيئه التدريس، لازم نكون عنوان للمدرسه برضه. وبعدين معاك يا مرسي، انت هتعلق على حكايه المدرسه دي على طول؟ مش فاهم. مفيش مدرسه ولا يحزنون. امال الاخلاق الرفيعه دي تبقى ايه؟ هي اللي انت شايفها دي. ممكن توضيح لو سمحتي؟ هقول لك ايه بس؟ لما قلت لك ان عندي مدرسه كنت بهزر زي ما كنا بنهزر ايام الكليه. يا خبر ابيض. طب والله العظيم انا صدقتك في الاول. انا الاخر اول ما جيت قلت مدرسه ايه يا اخويا ما فيهاش حوش عشان الاولاد يعملوا تحيه العالم. شفت ازاي؟ ايه هو الشغل بالظبط؟ تقدر تقول اني صاحبه مؤسسه للعلاقات العامه. يعني اعمال حره وانفتاح، اللهم صل على النبي. طبعا. ايه هو المؤسسة يعني متخصصة في ايه بالظبط؟ يعني علاقات تجارية، عمولات، استيراد وتصدير، يعني حاجة زي كده. يعني تقدر تقول ان انا اساعد في العملية من دول واخد نصيبي وانا مستريحة. الله الله، هو ده الشغل، هو ده الشغل الحقيقي. اللهم صل على النبي. ويا ترى حضرتك عملت المؤسسه دي عن طريق هيئه الاستثمار؟ لا، عن طريق هيئه الصرف الصحي. عن طريق هيئه الصرف الصحي؟ طب والله العظيم عبيط. لو كنت عملتيها عن طريق هيئه الاستثمار كنت اتعفيت من الضرايب 5 سنين. منور يا استاذ تحتمس. سلوى. يلا يا روحي، الست النبويه جاهزه والزهر كمان جاهز. Thank you.
هزار ايه؟ ولا هزار ولا اول مره الاقي هزار بالطريقه دي. هزار ولع ولع.